إذا تحكينا على حملة اليوم وين متوجهين بالضبط وشنية معناتها الأساس متاع الحملة هذه؟ مرحبا بكم الناس الكل. بالنسبة اليوم عندنا حملة أمنية مشتركة بين أعوان حماية وتأمين وسائل النقل تابعة شركة نقل تونس وأعوان حماية وسائل النقل تابعة لإدارة شرطة النجدة. بالنسبة اليوم الهدف متاعنا حفظ النظام بمحطات خط رقم 6 والتدخل في سبيل تأمين السفارات. عندنا العديد من الضرر اللي شفناه، معناها ضرب القذف عربيات المترو بالحجارة من طرف أطفال لجاوز سنهم 18 سنة. بالنسبة اليوم باش نحاولوا نتصدوا المظاهر هذيا، وكما تروا معناتها باش تخرجوا معنا وإن شاء الله تشوف الحملة إن شاء الله تكون إلى نجاح حول الله. يا بابا ما تعرفش اللي حمل المواد الكهولية في عربة المترو وهي كوسيلة نقل عمومية ممنوعة؟ انتي بابا اللي جات في حالة سكر، انتي في حالة سكر ويا سمعاك شراب، يعني انتي مخالف، مخالف ممنوع، ممنوع ممنوع في وسائل النقل العمومي ممنوع. وين كذا حمل المصابة جرات كان يسكر في المترو معنا ايش 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 ممنوع 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 هرش شيء تام في ممنوع، وتعرش اللي ممنوع نهزمه البغالية في المترو، وهرش يلزم نحترمه المواطنين والعبيد اللي معنا في المترو. هذي هلو هذي عقب عليهم فانوه مش مرة كبيرة هذي كاريك مبعدين ترده انتي امك تيب مبعدين يا واحد عنده شراب. انا بالنسبه لي انا نشوف فيك واحد تو يا اخي ما بقولش لاني ما اسمح لك على استهلاك شخصي تول ما استهلاك شخصي واحد خاطر ثلاثه معايا ولاد وين
لحظة بالغلط سمعني كسروا باب بلي قد عمارهم هذوما اللي كسروا قد عمارهم قد عمارهم مش بنعرفش فوق لما تعدي ضربوه هذا تو تكسر تو تكسر هذا شو تفرج هذا اللي بيصيد هذا باش يطيح لو يتكسر عادي معناها تفرج اخويا كيفاش الحكايه فرج فرج فرجوا على الميترو ما ها شفتوا المترو هذا؟ باش ينقص من الخط خلي بيه باش مع الاخر اسمعني هذا باش ينقص من الخط الحقيقة شنو هكاك الحقيقة؟ انا نريد نعصاو هما شكون وصلني على هو عنده عرس وصلنا عليه عطاني خويا 5000 شبتين. وحكي على سامي. من تونس. لا يا ايداش بيخرج المترو هذا برك. ها زي ما ناس وقف جاي زي وقف شوف شوف. والله حوايج خدمة هاي والله حوايج خدمة والله مروح الخدمة والله مروح من الخدمة. ممنوع قانونين ممنوع. زي ما زي تكسر فيه بالحجر باش تركب فيه امك وابوك وخوك تركب فيه الناس Thank you.
هذوما وين تشدوا؟ هذوما في وسط المترو. في وسط المترو؟ في وسط المترو زاد؟ في وسط المترو هذا يا خويا. عاش اللوم على الصدار على وجهك. ما شاء الله. يا قاعد هذا كثير شنو صار يا ابو هذا؟ يا عليك على هذا. طبعا هذا يا بابا لا حول ولا قوه الا بالله. اسالك سؤال جاوبني بصراحه. جاوبني بصراحه. انت وبنتك بابا فصل المترو ولا انت والمراه تتعدى ويجي واحد انا راني 70 سنه ماخذ حرابيه نروح بها باش يخبيها بيه نفس الساعه. باهي في اوروبا راهي شريعه من هنا ويحطوا قدام الواحد. لا والله تجاوب. اسمع احسبني ولدك جاوبني وانا تو نروح. يا خويا سامحني خويا خليك نروح على. لا 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 ما تسمع. باهي اسمعني انت تنجم انت وبنتك جاوبني بصراحه اقسم بالله العظيم. لا لا انت وبنتك وانت مرة. لا مسؤولين. لا ولا فينيه بالساكن تاعو. اجي صديقي اجي. بابا هو حسب اخوانه قال نخدم بيه. شامل عندك موس؟ هذا سلاح سامحني نحكي معك. هذا سلاح لحظه بلي خدمتك هذه القانون. مدام انت قضيتك هذه انت تشرب مدام؟ قضيتي انت تشرب معناها مدام؟ انت مدام هذه قضيتك انت؟ قضيتي سلك قضيتك انت ولا قضيتي؟ قضيتي انا خاطرني تعبت من الخدمه وما نعرفش تونس. قسما بالله ومشيت اول مره جيت تونس لقيتو قضيتي. من يسكن من يسكن. لا بالنسبه لي كان تفضل. لا هو انت حبيت تغطي على خوك. يا ودي ها هو ما تزيش الروح. لا ما تزيش الروح. لو خوك شريت وانت معنا بير. باش نوريك بطاقه تعريف. وين بطاقه وين بطاقه؟ بطاقه تعريف نتاعو انا عند عون ما نعرفش. اول مره انا قلت لك والله قسما بالله على خاطر خدمتي. لو انت تعرف ممنوع في وسائل النقل تطلع معنا. والله الا نعرف. في البلاصه هذيك بك البلاصه هذا اقسم بالله العظيم والله 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 انا جيتك عملتك شو باش نعمل لك قاعد تاخذ مسالك وعمل لك وجبت لك سكينه اقسم بالله في حتى تحي البلدي اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله وتوا محمي هكا الحمد لله يا صوت شوف هكا تتشجع قسم انت لا مرتاح اصلا خاطر برشني راه ما عاد فيها انا يومين نروح في الليل.